وبعد التجربة مختلف الاستخدامات بقدر أعطي هالكرت لقب أفضل كرت بالنسبة لسعره، وهي معالجة X1050 Ti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عدنان دلين. مثل ما حكيت سابقا، اليوم رح نعمل معاينة وانبوكسينج سريع للجي تي اكس 1050 تي اي. وخلينا بداية نتعرف على محتويات البوكس. بداية رح تعاني مشكلة اخراج البوكس الداخلي من الخارجي، بتحسه هيك ملزق من جوا ما بعرف كيف، فصعب شوي اخراجه. بل بالبوكس الداخلي رح تلاقي فيه سفنجة لحماية الكرت من فوق، تحت رح تلاقي السي دي تعريفات والكتالوج اللي ما حدا بيستخدمه طبعا، تحت رح تلاقي الكرت اللي حنشيله حاليا على جنب، تحته فيه سفنجة لحمايته، وبس هيك بكون خلصنا الانبوكسينج. انتقال الحديث عن الكرت نفسه، الكرت بيجي بحجم صغير جدا فما رح تعاني من اضافته لاي كيس بدك اياه، وضمن ميزات هالكرت انه ما بيحتاج كبل باور ابدا، يعني كهربته كامله بياخذها من البي سي اي، فلو عندك باور سبلاي 300 واط وما في مثلا 6 بين او 8 بين فامورك تمام. هلا بالنسبه للمنافذ موجوده فيه، الكرت ما بيحتوي على منفذ الديسبلاي بورت العادي، فتضطر تجيب هاي القطعه بتحولك من اتش دي ام اي لمنفذ الفيجا تبع الشاشات العاديه القديمه يعني. هالقطعه سعرها تقريبا 10 دولار، فيعني مو هالمشكله الكبيره. الكرت مزود مروحه واحده بتاخذ طاقتها من البي سي اي، هي بالنسبه للكرت الموجود اللي عندي. اما بالنسبه للكروت اللي من شركه ايسوس مثلا، فالامر مختلف شوي، فكرت ايسوس بيكون في مروحتين وبيحتاج كبل باور 6 بن، مع انه الكرتين نفس الاداء، فانت اذا عم تبني بي سي وما معك ميزانيه كبيره، او عم تحدث كمبيوترك القديم يعني وما عندك 6 بن او 8 بن، جيب هالكرت اللي ما بيحتاج 6 بن، ومع انه الكرت شكله مثل جي تي 210، الا انه الكرت قوي جدا، فخلينا ننتقل للاختبارات. قبل ما نبلش بالاختبارات، بالنسبة لطريقة تركيب الكارت فهي طريقة جدا جدا سهلة، مجرد انك تحط الكارت على منفذ البي سي اي وتضغط عليه شوي وراح تسكر هاي في مثل بلاستيكي على جنب وتركب البراغي تبع تثبيت الكارت، وهيك بكون امورك تمام. هلا انتقال للخطوة الثانية هي اختبار الكارت. هلا انا حبيت اعمل اختبار عملي بعيدا عن الارقام، فبداية شغلت جي تي اي في على الالترا بدون الاعدادات المتقدمة تبعت الشادو الى اخره، فجابت بين 61 و 75 فريم واللي هو شيء جدا ممتاز، ولما حطيت دقة على الالترا بكل شيء باللعب بحيث انه صارت اللعبة مستهلكة 4080 ميجا من ذاكرة الكرت اللي هي الذاكرة الكلية تقريبا، فالكرت جاب تقريبا من 30 ل 43 فريم، فكان اداؤه جدا جدا خرافي. وهلا هننتقل للخطوه الثانيه من الاختبار واللي هي الرندر، ولا اصلا انا جايب الكرت مش عن هاي النقطه. طبعا سرعه الرندر فرقت معي بشكل جدا جدا كبير عن السابق، وهالشيء بسبب ال 768 وحده معالجه هي الكودا. هلا الكرت بيجي بتردد 1392 ميجا هرتز، طبعا هي قبل كسر السرعه. هلا انا ما جربت اكسر له السرعه تبع الكرت الصراحه، لانه ما احتجت اصلا اكسرها، قلته كان جدا جدا ممتازه من دون كسر سرعه. وباخر الفيديو بعتقد هاي الشغلات كلها بتخلي هالكرت من اقوى كروت الفئه السعريه المنخفضه نوعا ما. وهذا كل شيء لليوم، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بعمل مشاركة للفيديو واشتراك للقناة، ولايك بطريقكم. سلام عليكم.